السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترومناجي، والذي سوف نقوم فيه بشرح كيفية ضبط عسر الماء لغسالة الصحون بوش. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك. أولا، نقوم بقياس درجة عسر الماء المنزل باستخدام الشريط المرافق مع غسالة الصحون. ستجده مع دليل الاستعمال، إن لم تجده فهو متوفر في الأسواق. نفتح الشريط ونأخذ كأس من الماء ونغمر الشريط فيه لمدة 4 ثواني وننتظر النتيجة. عند ظهور النتيجة نقارن الشريط بالجدول المرافق للشريط، ثم نقارن بين المربعات الخضراء باللون أو الحمراء. مثلا في هذا الاختبار نلاحظ أن المربعات حمراء اللون، يعني أن درجة العسر مرتفعة جدا. في هذه الحالة علينا أن نقوم بضبط درجة العسر في الغسالة على الخيار رقم 5 لنرى كيف ذلك في الغسالة. مرحبا مرة أخرى. نقوم بتشغيل الغسالة ثم نضغط مطولا على زر ستار ونلف إلى أول برنامج على اليمين. سنلاحظ أن مؤشر الملح يضيء. بعدها نقوم بضبط درجة العسر، هنا 1 4 3 2 ثم 1. أنا سأقوم بضبطها على 4، أنت قم بضبطها على درجة العسر الموجودة لديك في المنزل. نضغط على زر ستار لحفظ الخيار. بهذا نكون قد ضبطنا غسالة الصحون على درجة العسر الموجودة لدينا في المنزل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.